حسناً، قبل كل شيء علينا إخباره بالتشخيص. هل تعلم يا وسيم سبب تعبك وإرهاقك؟ لا، لا أعلم. لا بأس، دعني أخبرك، يحوي جسمك مصنعاً للدم. مصنع؟ هل هناك مصنع في جسمي؟ أجل، وأنت مديره والمشرف عليه. هذا المصنع هو نقي العظام يا وسيم، ينتج الدم الذي ينقل الأكسجين والغذاء إلى جميع أنحاء جسمك. ومثل أي مصنع قد تحدث مشكلة فيه، وهذه المشكلة جعلت جسمك ينتج كريات دم تختلف عن سائر الكريات الأخرى، مثل هذه التي تراها على الشاشة أمامك. هل هذا السبب أنا في المشفى؟ أجل، ولكن لا تقلق، فالمشكلة التي يعانيها مصنعك في إمكاننا إصلاحها إن ساعدتنا على ذلك. المرض الذي أصبت به يا وسيم اسمه اللوكيميا، وهو مرض يصيب الدم ويدعوه الآخرون باسم سرطان الدم. لا داعي للقلق يا وسيم، ما رأيك أن تخبرني؟ هل تعلم أي شيء عن السرطان؟ أعلم أنه خطير جداً، وكل من يصاب به لا يبقى على قيد الحياة. قد يكون مرض السرطان صعباً، ولكن إن التزم المريض بخطوات العلاج فستكون لديه فرصة عالية بالشفاء. ولكنني لم أرتكب أي خطأ، لماذا أصبت بهذا المرض؟ نحن نعلم أنك لم ترتكب أي خطأ يا وسيم، ولكن مرض السرطان يصيب أي إنسان كائناً من كان. وهل يعني هذا أنني لن ألتقي أصدقائي كي لا أنقل المرض إليهم بالعدوى؟ اطمئن يا وسيم، يمكنك أن تتحدث مع أصدقائك وتلتقيهم، فهذا المرض غير معدن. ما هي مدة العلاج؟ بسبب خصوصية المرض فإن علاجه يأخذ وقتاً، ولا سيما أن هنالك مراحل مختلفة للعلاج. هل سيكون ذلك مؤلماً؟ لن يكون مؤلماً على أبطال مثلك. عندما تتم عملية نقل دم إلى المريض فإنه قد يجد ذلك مزعجاً، ولكنني واثقة بشجاعتك وقوتك، فهناك أطفال كثيرون مثل الطفلة فرح التي تتلقى العلاج معنا، كانوا أقوياء وتحملوا هذا الألم. ما رأيك أن نتحدث عن الآثار الجانبية التي يمكن أن تشعر بها في أثناء العلاج؟ آثار جانبية؟ ما هي؟ أحياناً ستشعر بالتعب والإرهاق، ولكن لا تقلق، لأن النشاط سيعود إليك فيما بعد. وقد تعاني لفترة صعوبات في الأكل والشرب، وهذا أمر طبيعي لدى من يتلقى العلاج. ومن الأعراض أيضاً فقدان الشعر. هل يعني هذا أنني سأصبح أصلاً؟ لا تقلق، إنه عارض مؤقت، بعد أن تتماثل للشفاء سيعود شعرك طبيعياً. نحن في حاجة إلى همتك وشجاعتك وصبرك على التحمل، فهل أنت مستعد لنتعاون معاً على هزيمة هذا المرض؟ أجل، سأهزم هذا المرض.